السلام عليكم. المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيل يؤكد أمام مجلس الأمن الدولي أن هناك اختلافات كبيرة حول الطريقة التي يرغب بها الليبيون للتغلب على الأزمة الحالية. كما دعا باتيل لممثلي الدول الأعضاء إلى العمل على حشد دعم المجتمع الدولي لضمان التنسيق فيما بينهم جميعا بما يتفق مع النهج الأممي. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيوف الكرام. سيكون معنا عبر خدمة سكايب من لندن الكاتب والصحفي عبد الله الكبير، وعبر الأقمار الاصطناعية من بنغازي سيكون معنا المحلل السياسي أحمد النمر، وهنا في استديوهاتنا بقناة ليبيا الأحرار سيكون معنا المحلل السياسي عبد السلام الراشحي. أهلا وسهلا بكم جميعا ضيوفي. أبدأ أولا معك سيد عبد الله الكبير، كيف تابعت ابتداء رؤية باتيل للأزمة السياسية، لاسيما وأنه شدد على أنها ما تزال قائمة دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للمأزق الذي طال أمده بشأن السلطة التنفيذية؟ نعم، تحية طيبة لك أستاذ محمد ولضيفيك وللسادة المشاهدين والمتابعين. أهلا بك. رغم المدة البسيطة التي قضاها باتيلي في ليبيا، لكن من خلال لقائه مع أغلب الأطراف الرئيسية بل وراء رؤية واضحة للأزمة الليبية، وإن كان ما يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت والمزيد من اللقاءات حتى يبلور رؤية أكثر وضوحا وأكثر اتساعا. أهم ما قاله اليوم هو أنه لا توجد أي إجراءات ملموسة تجاه القاعدة الدستورية والانتخابات التي ربما ستؤجل. في تقديري أن هذه النقطة هي أهم ما جاء في إحاطتها، لأن الأطراف السياسية ليست منشغلة ولا همها إنجاز هذه القاعدة الدستورية، ولم تحقق بها أي خطوات يمكن البناء عليها. أيضا طلب، واضح أنه طلب المزيد من الدعم من المجتمع الدولي، وأن لا تكون هناك مبادرات منفردة تخص الدول بعيدا عن الرؤية الأممية وبعيدا عن البعثة الأممية وما ستقود وما ستضع من حلول ستحاول أن تعالج بها الأزمة الليبية. أيضا هو تحدث عن اجتماعات لجنة 5+5، أعتقد أنه بسبب تعقيدات الأزمة في جانبها السياسي بالدرجة الأولى اتجه إلى مسار سهل وتمت فيه عدة خطوات ولم يحقق الكثير من الإنجازات ولا ينتظر أن يحقق أي إنجاز جديد. أعني هنا المسار العسكري، تثبيت وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار مثبت ويفرضه توازن القوى، وعدم قدرة أي طرف خاصة الطرف الذي يسعى دائما إلى إشعال، عدم قدرته على التحشيد الجديد وعلى ضمان دعم دولي أو إقليمي لأي حرب في ليبيا. طيب. وبالتالي هذا المسار هو تحصيل حاصل، وهذا الاجتماع تحصيل حاصل، لكنه يعكس تعقيدات الأزمة وفقا لما لامسه باتيلي خلال الأيام التي قضاها في ليبيا. سيد عبد السلام، يعني باتيلي أكد أن الجهود المبذولة لحل القضايا المتصلة بالقاعدة الدستورية الأساس الذي سيتم عليه العملية الانتخابية، قال بأنه لا يصب فيما يبدو لاتخاذ إجراءات ملموسة من قبل الجهات الفاعلة ذات الصلة. برأيك هل استطاع باتيلي في هذه الفترة الوجيزة أن يكون رؤية واضحة للإشكال الحقيقي في الداخل الليبي؟ مساء الخير أستاذ محمد ليك والأستاذ عبد الله وضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. أعتقد أن عبد الله في النهاية هو صحيح الأمين المبعوث الأممي، لكن مع فريق عمل. هذا الفريق العمل بعضه من فترة طارق متري، وبعضه من فترة ليون، وبعضه من فترة غسان سلامة، وهذا الفريق قديم، بعضهم يعني قديم في ليبيا وتقدم له التقارير يعني، وهذه مؤسسة في النهاية. الموظفين، هذا المسؤول الجديد اطلع على هذه، ليست نقطة إيجابية بالكلية على اعتبار أن كل المبعوثين نعم السابقين نعم لم يقوموا بحل جذري للأزمة. نعم، وهذه أحد الأسباب سأطرحها في الحلول أو الأشياء اللي مفروض البعثة تقوم بها.
أن يعرف جيدا أن يعني حتى في تصريح حقيقة في إحاطته كان يعني في أخطاء يعني في التعبير، وأعتقد هو لم يخطئ، هو قصده لما يقول الليبيين غير متفقين. كيف عرف الليبيين غير متفقين؟ المفترض يقول الطغمة الحاكمة أو الموجودين في السلطة هم الغير متفقين، الليبيين بحسب استطلاعات الرأي إنهم متفقين على إجراء انتخابات. هذا الاتفاق أعتقد لا يوجد، لو نزلنا للشارع وسألنا الناس شرقا وغربا وجنوبا وسألتهم الكل يريد انتخابات. الأطراف السياسية لا تحكم وحدها، هناك قواعد شعبية لا لا والله يستاذ محمد لكل من الزعماء الموجودين حاليا أو المسؤولين. والله يستاذ محمد لا يوجد لأي تيار سياسي في ليبيا قواعد شعبية، عنده قوة عسكرية صح، لكن قواعد شعبية والله ما عندهم. وبدليل يستاذ محمد اي غدا اي من القواعد من الاطراف السياسيه، او خلينا نقول حتى كلمه سياسيه اطراف، الاطراف الصراع او اطراف الازمه، لو ان اي احد منهم يطلب الناس ان تخرج في مظاهرات لتأييده مش حيطلع له الا عشرات، مش نقول لك الاف، في بنغازي، في طرابلس، في مصراته، في غريان، في كل المدن، جميع الاطراف الصراع في ليبيا لا يوجد لديهم قواعد شعبيه، بدليل انهم ما يقدروش يطلعوا. وانا نقول لك حاجه استاذ محمد، أطراف الصراع لو إن على يقين عنده قاعدة شعبية، وأي طرف في الصراع عنده يقين إن عنده قاعدة شعبية لدعم إجراء الانتخابات، لأنه هو ضامن نجاحه بصندوق الانتخابات. لكن كلهم تقريبا ترشحوا للانتخابات وتقدموا إليها. نعم، لكن غير ضمنين الفوز، وحتى بعضهم دخل الانتخابات ليس الهدف إنه يفوز، الهدف إنه لأنه هو صنع زي عقيلة مثلا، هو صمم قانون انتخابي هو وجماعته لإفشال الانتخابات وترشح، حتى يعني يقول والله يعني ترشحت وفش انتخابات، أنا لم أكن هدفي إفشال الانتخابات، وهو هدفه كان إفشال الانتخابات. نرجع لقضية المبعوث الأممي. قضية المبعوث الأممي ما زال عنده إشكالية أنه قاعد يتواصل مع نفس الأشخاص، وهذه أحد أسبابه كما قلت لك أستاذ محمد أن الموظفين قدام يقولهم نبي نتلاقى مؤسسة المجتمع، نفس مؤسسة المجتمع الدني في بنغازي يلتقي بها غسان سلامة وطارق متري، نفس المجموعة أستاذ محمد. يقولهم أطراف الصراع، نفس المجموعة أطراف الصراع يتلاقى معهم، نفس الشخصيات، نفس المجموعة المستفيدة من حالة الصراع. يعني بعض مؤسسات المجتمع الدني، بعضها اللي يسموا أنفسهم مؤسسة المجتمع التقي بهم عبد الله بنسبة 90% هم رافعين يافطة مؤسسة المجتمع الدني، لكن هم يمثلون أحد أطراف الصراع العسكرية أو أحد لوبيات السلطة أو أحد الدول المتنفدة أو التي تتدخل في الأزمة في ليبيا. مؤسسات مجتمع مدني معروفة أن لديها ارتباطات بسفارات دول. أنا مش نعمم، مش نعمم على مؤسسات مجتمع مدني كلهم، لكن بعض المؤسسات اللي يلتقي بها عبد الله والمبعوثين اللي قبله مرتبطين بأعمال مع السفارات، نفس المجموعة يتلاقى معه، نفس المجموعة لم يسلم أحد ويتلاقى نفس المنظمات الأطراف السياسية لمؤسسات المجتمع المدني. إذن على من تعول؟ لا 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 لا، فبتليش أنا قلت لك المبعوثين، المبعوث الأمم المتحدة هذا موظف، هؤلاء هم الناشطين. لا لا، هؤلاء هم الناشطين وهم من يتفاعلوا. أين الآخرين من تواصلهم مع البعثة؟ ليش المبعوث الأممي والموظفين في البعثة لما قال لي بنتلاقى مع مؤسسات المجتمع دي ليش ما التقاش بأكثر من 3 مؤسسات نشطة من مهجرين المنطقة الشرقية؟ ليش ما التقاش بالمؤسسات المجتمع المدني النشطة الممثلة لمطالب فزان؟ ليش ما التقاش عبد الله بتيلي بحراك اغضب اللي يقود احد مؤسسين الاستاذ احمد النمر او خش معنا تو ضيف، هذا الحراك نشط، ليش ما التقاش بهم؟ عبد الله بتيلي الموظفين اللي يخدموا معاه اقدم يشتغلوا مع نفس المؤسسات، نفس المنظمات، نفس الشخصيات. هذه المنظمات التي ترفع، هي ليست منظمة مجتمع مدني، هي ترفع شعار منظمة مجتمع مدني، مرتبطة بأحد أطراف الصراع أو بأحد أطراف السلطة والمال أو مرتبطة بسفرات. وأنا ما نقولش هني خونة، علاقتهم جيدة لا مش خونة، البعثة الفريق المصاحب لعبدالله البتيلي ولبعض المؤسسات أيضا بحكم انتمائها وارتباطها بالدول الأجنبية. يا سيد محمد أنا ناقل الكفر ليس بكافر، أكثر من عضو مجلس نواب خرج في التلفزيون بشكل مباشر اتهم موظفي البعثة الأمم المتحدة أنهم يتلقوا أموال في سبيل تكليف أو ترشيح أعضاء في ملتقى الحوار،
والبعثة لم تكذب هذا حتى الآن. اسمح لي بل أنا أقول لك حاجة بس أحمد، أن أحد أهم موظفي البعثة خرج لي فيديو غير أخلاقي، البعثة لم تعبر عن رأيها حتى الآن من أكثر من 6 أشهر. طيب على الأقل وضحت رؤيتك فيما يتعلق بالبعثة بأنه لا أفق للحل من قبلها ولن نفس السيستم، نفس التفكير، نفس العقلية جايين بها. طيب سيد أحمد، استمعت لإحاطة باتيلي في مجلس الأمن ورأيت ما قال لسيما فيما يتعلق بالمسار الدستوري وبالمسار الدستوري، وأن الأطراف أو الجهات ذات الصلة بهذا المسار يبدو أنهم لم يحققوا أي إجراءات ملموسة أو آليات من شأنها أن تقدم لربما قاعدة تجرى على أساسها عملية انتخابية في المستقبل. تسمعني سيد أحمد؟ سيد محمد، نعم صوتك واضح، تفضل. أنا صوتي بس صوتك بعيد يا سيد محمد، والله ما نسمع فيه. طيب ما سمعتش السؤال صراحة. ماذا عن إحاطة باتيلي لا سيما المتعلقة بوجود تعثرات في المسار الدستوري، وأن الجهات ذات الصلة من الواضح أنها لم تحقق أي خطوات ملموسة فيما يتعلق بهذا الجانب؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أحييك سيد محمد وأحيي ضيوفك الكرام وجميع مشاهدين قناة ليبيا الأحرار. سيد باتيلي، طبعا أنا والله للأسف أني دخلت معك متأخر، ما سمحتش يعني تعليق ضيوفك، ولكن أعتقد أن السيد باتيلي يعني حيرتكب نفس أخطاء المبعوثين السابقين. يعني السيد باتيلي التقى بالخصوم ولم يلتقي بالشارع ولم يلتقي بالمؤسسة المجتمع المدني ولم يلتقي بحراك مثلا حراك أغضب أو أي حراك آخر من الشارع أو رأي الناس. يعني السيد عبد السلام الراشحي قبلك بدقائق كان يتحدث على هذا الموضوع، أتمنى أن تكون موفقة، وقال إن البعثة برئاسة باتيلي التقت بمؤسسات مجتمع مدني لكنها كانت عملية اللقاء منتقاة. السيد الراشحي كان يتحدث على هذا الموضوع وذكر بأن عملية اللقاء ببعض مؤسسات المجتمع المدني. أرجوك أن تعاود الاتصال لأن رأي الصوت غير واضح. طيب سنعاود التواصل معك سيد أحمد النمر. أنتقل بالسؤال للسيد عبد الله الكبير. سيد عبد الله، المبعوث الأممي يقول بأن احتمالات تأجيل العملية الانتخابية أمر وارد جدا، على اعتبار أن نسبة التأخر في القاعدة الدستورية ما تزال كبيرة ولم يحقق أي تقدم ملموس فيما يتعلق بهذا الجانب، وبالتالي هل مسألة الانتخابات والمطالبة بها وهذا الزخم الذي صاحبها أصبح اليوم في خبر كان حتى البعثة لم تتحدث عليه ولن تراهن عليه؟ نعم أنا قلت أن أهم ما جاء في إحاطة باتيلي أنه ليست هناك أي خطوات ملموسة تجاه القاعدة الدستورية وأن الانتخابات ربما تؤجل، والأمر ليس بحاجة إلى بعثة أممية وإلى مبعوث أممي وإلى موظفين. يعني يستطيع أي خارجي المشهد بشكل جيد أن يقول لك الانتخابات طبعا هذا العام خلاص العام ده تم، بل في شهرين مش انتخابات، حتى العام المقبل ما فيش انتخابات يا أستاذ محمد، احتمال ضعيف أن تجرى الانتخابات في عام 2024. إذا كان الليبيون ينتظرون هذه الانتخابات من الأطراف المسيطرة على المشهد الآن أو من البعثة الأممية، ربما سينتظرون إلى الأبد. الطريق الأقرب للانتخابات في تقديري هو انتفاضة شعبية ضد كل الأجسام الموجودة الآن، فتكون سلمية ولكن إصرار، وأن لا يغادروا الميادين والشوارع حتى يجبروا الجميع، أطراف محلية، أطراف الإقليمية المتدخلة في الشأن الليبي، الأطراف الدولية، يجبروها على إجراء الانتخابات. من يقول الليبيين، أستاذ عبد السلام يقول لك الليبيين يريدون الانتخابات لو أجرينا استطلاع في الشارع، لا، في اعتقاد الليبيين لا يريدون الانتخابات. إذا الشعب يوما أراد الانتخابات ستجرى الانتخابات. لا يكفي أن احنا نقول والله عندنا 2.8 مليون مسجلين يديروا انتخابات، عندنا 5500 مرشح، لا لا لا، الانتخابات مش حد يعطينا الانتخابات، نحن الذين نفض هذه الانتخابات ونضع الطغمة الحاكمة أمام خيارين،
الخروج سلميا عبر الانتخابات أو الخروج بالطريقة التي خرج بها القذافي، لا سبيل آخر. أما أن سيعطوك الانتخابات على طبق من ذهب أو أن البعثة الأممية والأطراف الدولية طالما مصالحها متحققة وطالما هي معنية بمسائل أخرى أكثر إلحاحا وأكثر أهمية، مثل الحرب في أوكرانيا، مثل أزمة الطاقة، مثل الأزمة الاقتصادية الدولية، فلن يهتم الشأن الليبي. وبالتالي العامل الأهم والغائب في موضوع الانتخابات هو الشارع الليبي الذي ينبغي أن ينتفض ويفقد هذه الانتخابات. بالفعل باتيلي حسب قراءة دقيقة للبشر أن الأزمة معقدة وأن الانسداد السياسي مستمر ولا أفق للانتخابات، هذه التي ينبغي أن يدركها الجميع، لا أفق للانتخابات، لأن الطبقة الموجودة الآن خاصة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مع استثناءات بسيطة في الجانبين لا يريدون هذه الانتخابات. طيب السيد عبد الله تقريبا يتحدث على نفس النقطة التي أشرت إليها. باتيلي يقول أنه قرر إلى الأولوية للمشاورات مع الجهات الفاعلة المؤسسية والسياسية والأمنية والمجتمع المدني في ليبيا لمواجهة التحديات السياسية. برأيك هل هي ذات المشاورات التي عقدت في فترة ماضية مع مبعوثين سابقين ومن ثم ينتج عنها حوار سياسي جديد لندخل في مرحلة انتقالية أخرى، أم أن الأمر مغاير هذه المرة؟ لا نفس اللي شوف عيب البعثة الأمم المتحدة مش في ليبيا، في العالم كله روا، لما تجي تشوف مشاهد البعثات أنهم يستخدموا في نفس العلاج نفس الروشيتا. لما يصير انسداد زي توا وما فيش انتخابات والأطراف اللي سلطة أمر الواقع والطغمة الحاكمة تفشل الانتخابات ويتصارعوا في السلطة ما بيناتهم، يخافوا البعثة تجي كالتالي، تجي نفس الروشيتا نفس العلاج. شوف اللي دار ليون، اللي دار كوبلر، اللي دار ستيفاني، غسان سلام، نفس الروشيتا كلهم، يدلك ملتقى شكلي يجيب أطراف الصراع اللي أطراف الأزمة وأطراف وشخصيات ممثلة للدول الخارجية المتداخلة في الأزمة ويصمم نموذج ليس نموذج ليلبي طموحات الليبيين أو حتى يحل الأزمة الليبية. النموذج المبعوث ينسق وينظم بما يتواءم مع طلبات وتعليمات الدول المتداخلة في الأزمة. رأوا قولا واحدا، المصريين يبوا هادي ديروا هكي، الروس يبوا هكي ديروا النقطة هادي، الإماراتيين يبوا جزئية هادي ديروا الجزئية هادي، الفرنسيس ما يبوش هادي ما ديروش هادي. هذا مبعوث رأى موظف عند الدول هادي ينسقولها يدير النموذج ويدير، وبعدين يجيب نفس الشخصيات الممثلة للدول اللي متداخلة في الصراع هم الليبيين، لكن يمثلوا مصالح هذه الدول، ويجيب مجموعة من أعضاء مجلس النواب والدولة لتغيير الشكل، ويجيب المؤسسات المجتمع المدني نفسها الشخصيات اللي تمثل أطراف الصراع أو الأزمة أو أطراف مسلحة أو أطراف السلطة، سلطة المال والغيرة، أو أطراف أو مؤسسات مجتمع مدني. أنا نبي نأكد مؤسسات مجتمع مدني مرتبطة اسمها مؤسسات مجتمع مدني، لكن هي تعمل مع بعض السفارات تشدد على هذه ويدخلون النقطة وأكدت وأوضحت على الأقل في إيه، لكن ما نحكيش عن مؤسسات مجتمع مدني، لكن لن تجد ويدروك بعدين ملتقى مشابه لي وينتجوا سلطة جديدة طرف يقبل بها طرف ما يقبلش بها ونخشوا في نفس الصراع نفس الروشيتا يعودوا فيها. ما فيش تغيير. الأزمة في ليبيا الطريقة هذه اللي البعثة شادة ورئيس البعثة يتعامل مع الأطراف الفاعلة، لن يقوم مثلا غير الطريقة نعم بطرق باب بيت أي شخص موجود في بيته ويعبر مثلا عن منصات التواصل الاجتماعي طالما لم يكن فاعلا لا في الساحات ولا في الحراك السياسي ولا ذا صلة مع الجهات المسؤولة. يا أنا اللي شفتهم التقي بهم بنغازي اسم مؤسسة مجتمع مدني، لا هي بالعموم انت تتحدث عن انه اي نشاط على الارض يا استاذ محمد ما عندهمش لا حراك، قلت لك ما يطلعوش 10 انفار قدام في ساحه تبستي ولا الكيش. طيب ماذا عن الاطراف السياسيه الفاعله؟ الاطراف هل يمكن لباتيلي ان يتجاوز عقيلة ان يتجاوز المشي البعثة؟ انا اوكي انا تو نحكي ان الواقع الحقيقي البعثة تكذب، المبعوث يكذب، الامم المتحده تكذب، بتقول جاينا احنا نلبي طموحات الشعب الليبي، جايين شنو يبوا طموحات الشعب الليبي، وأن الحوار هذا ملكية ليبية.
انت تبي تلبي طموح الشعب الليبي اختار شخصيات من مؤسسات مجتمع مدني تهتم بفئات، مثلا المتضررين من عدوان على طرابلس، مثلا جنوب طرابلس، من مؤسسات المجتمع، جمعية مثلا شهداء بركان الغضب والضحايا الألغام. طيب هذه مؤسسات يعني المجتمع المدني، أتكلم على الأطراف السياسية الفاعلة اللي يجيب فيهم مالا في ملتقى الحوار، هذو مؤسسة مش عارف شيني لحقوق المرأة، مؤسسة مش عارف شيني للتنمية والمش عارف، ويقول لك هذه مؤسسة مجتمع مدني. ليش ما يجيب مؤسسة مجتمع مدني تمثل مثل مهجري بنغازي؟ ليش ما يجيبش ممثلين مجتمع مدني مهجرين تاورغا؟ ليش ما يجيبش مؤسسات مجتمع مدني ممثلين ضحايا الألغام؟ ليش ما يجيب ممثلين مجتمع مدني من مثلا المضطهدين عرقيا مثل من تبو ولا التوارق ولا ضحايا مرزق وغيرهم؟ يجيب لك في شخصيات مرتبطة تمويليا وفكريا، انا ربيش نقول خونا لك، لك منسجمين مع السفارات ال 75 اللي مشوا تونس جنيف، انت 36 شخص. سامحني نفس الروشيت يا استاذ محمد. طيب وضحت ليش الفكره، اسمح لي انتقل فقط حتى اتمكن من توزيع الوقت بشكل عادل استاذ عبد السلام. نقطه اخيره حتى نوصل السوق الفكره، 75 في منهم 36 اعضاء مجلس نواب ودوله وشخصيات ثانيه، الثانيين قالوا ممثلين مجتمعات مجتمع مدني وغيره. هذا ملتقى سابق قد يكون حيديروا نفس الطريقه، نفس الاليه، نفس الموظفين اللي اختاروا هؤلاء حيجيبوا لك نفس مجموعه اخرى. طيب ونقعد احنا في دوامه نفسها. سيد احمد النمر تسمعني بشكل واضح الان؟ واضح ان شاء الله، شكرا سيد احمد. نعم. المبعوث الاممي عبد الله باتيل لحث القاده السياسيين، قاده البلاد بحسب وصفه، الى الاصغاء على الى الاصغاء الى تطلعات الشعب لتحقيق السلام والاقتصاد والتنميه ايضا وعمليه الازدهار، ولابد لهم ان يستجيبوا لاراده هذا الشعب. ألا ترى أن في هذه الدعوة إشكالية، على اعتبار أن المتسبب في الأزمة اليوم وفي الإشكال هم القادة السياسيين الفاعلين، وبالتالي أن تدعو نفس الطرف المتسبب في الإشكال لحل الإشكال هو أمر غير منطقي؟ صحيح، أتفق معك. يعني السيد عبد الله باتيلي هو يعني حث المسؤولين والسياسيين على إيجاد حل، وهم مستحيل انهم يجدوا حل. يعني انا اقول لك هو يدغدغ في مشاعرهم فقط وتطلعات الشعب الليبي، والشعب الليبي في الميدان، الشعب الليبي تعال يا سيد باتيلي، تعال في وسط ساحه الشهداء في طرابلس، تعال في وسط ساحه الكيش في 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 في, في بنغازي، وعدي له في زواره، وعدي له في سبها، وعدي له في طبرق. الشعب الليبي ادوي مع الشعب الليبي يا سيد باتيلي. الناس هذوما راهم ما يمثلوش الشعب الليبي، انا نقولها لك، الناس هذوما فعلا. انا يعني للاسف اني ما سمعتش حوار ضيوفك، ولكن ليش نفس الاخطاء السابقه؟ يعني كل مبعوث يجي يلتقي مع نفس الناس، وفي نفس الوقت يشكلوا من مجلس الدوله ومن مجلس النواب، وهم الخصم والحكم. يعني ليش نحن يمدوا في عمر هؤلاء الاشخاص، يعني اللي هم ما مش حيديروا حل ولا يديروا حل. يعني نحن اليوم شفنا جلسة مجلس الأمن، يعني حتى السفراء الدول العظمى مش متفقين. واحد يقول لك الاتفاقية التركية أنا مش معها، والآخر يقول لك لا الاتفاقية مش عارف شنو أنا مش معها، والآخر يقول لك لا اتفاق المشري وعقيلة كويس، والآخر يقول لك لا الوحدة الوطنية هي الشرعية. يا راجل نحن يعني ما ملوش أن يحطوا فينا في هالمهازل وخلونا حق التجارب. نحن ليش الأمم المتحدة إذا كان صادقة، إذا كانت بتفكر تكفر عن ذنوبها السابقة، الأمم المتحدة هي سبب ما نحن فيه الآن. خلينا نحكم بواقعية، السفارات هي السبب ما نحن فيه الآن، الدول اللي كانت تدعي أنها داعمة الشعب الليبي هي سبب ما فيه نحن الآن. فنحن إذا كان السيد باتيلي والأمم المتحدة هم في صف الشعب الليبي، فإذا عليهم التحدث مع الشعب الليبي. لكن طيب، بالنسبة للسياسيين أو إذا بيديروا حوار جديد نفس القصة، حتكون جنيف، تونس، في إشكالية يا سيد أحمد، الصومال، يا سيد أحمد نفس الشعب من، نعم، من يمثل الشعب حتى يلتقي هو بالشعب كما تحدثت أنت؟ هل فقط بعض المتظاهرين في ميداني مثلا الكيش وميدان الشهداء بطرابلس هم الممثلين عن الشعب؟ اليوم هناك أطراف سياسية فاعلة، أطراف سياسية لا يمكن حل الأزمة دون تجاوزها، وبالتالي هل من المنطق أن يتجاوز هذه الأطراف؟
لا هو مش من المنطق أن يتجاوز هذه الأطراف، ولكن يا سيدي هم الأمم المتحدة يقروا بأن يلزموا مجلس الدولة ومجلس النواب مثلا يلزموهم بتاريخ معين بأن نحن للوصول إلى قاعدة دستورية وتطلعات أحلام الشعب الليبي أن نحن نبو انتخابات في كذا، ألزموهم في وقت سابق لكن الأطراف السياسية لم تتفاعل معها ولم تستجب ما يصدر عليه كذا، ويعني يديروا حل يا جماعة. شنو الحل يا سيد محمد في نظرك؟ وبعدين نحن ما نهزش في 10 أنفار يطلعوا في 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 ساحة الشهداء ولا في 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 أكيش، ما نسوش عليهم يعني يضع سره في أضعف خلقه، يعني مرات 10 هذوما حيجي يوم وحيقدوا مليون رب الشارع. لا المقصد ليس الاستنقاص منهم، حيقدوا مليون ولهم، نعم ولهم وزنهم يا سيد أحمد لو تسمعني، لكن بمعنى هؤلاء يمثلوا من؟ أنت نعم. تقول لي لابد أن يلتقي بالشعب، من يمثل الشعب؟ هنا هو السؤال. والله نقول لك حاجة، لو كان السيد باتيلي بكرة يقول أنا نبي نلتقي بالشعب الليبي مش ندير لحل في ساحة الكيش، والله تتلقى ملايين طالع. لو كان يقول نبي نلتقي بهم في ساحة الشهداء في طرابلس حيلقى ملايين طالعين باش يوصلوا صوتهم. يا راجل يرى الناس ملت، يا راجل الناس ملت. لكن راه نقول لكم إذا كان نفس القصة، نحن أنا واحد من الشعب، ما نمثلش حد، أنا واحد ومواطن من الشعب. نحن الآن أسسنا حراك إغضب هو على مستوى ليبيا، مش مختصر في بنغازي ولا المنطقة الشرقية ولا الغربية ولا الجنوبية. نحن وجايين لطرابلس وجايين مصراتة، وعندنا اتصالات بخوتنا في مصراتة وفي طرابلس وفي سبا وفي في 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 طبرق وفي في 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 الزنتان وكل المدن والمناطق. نحن الآن أعطينا فرصة ولنا مطالب كحراك، وشفتوا أنتم اتحاد العمال، وشفتوا النقابات، وشفتوا الموظفين المضطهدين والمتضررين من القرارات الحكومات السابقة، القرارات التعسفية، والناس كلها تتطلع الانتخابات، والناس قالت نبي نسحب الثقة من جميع الأجسام السياسية. نحن التمثيل تجيجي يا راجل، نقول لك نارة راه ما فيش حد، الشعب الليبي يمثل نفسه بنفسه مفروض. طيب هذه والله نقول لك انا ندوي لك راه بلسان الشعب ولسان اللي يصير في الشعب، هذا لسان الفكر الجماهيري سيد احمد وليس لسان الشعب، ولا نقول لك طيب نعم هذا لسان الفكر الجماهيري وليس لسان الشعب، تمثيل دجيل، وبالتالي لا والله الفكر الجماهيري برضه هو جزء من تاريخ ليبيا. طيب. ما نقدرش نهمشوه يعني، لكن والله حتى الشعب يقول من يمثلني يا رجل، تو انا يمثل فيا يا سيد محمد. يا سيد محمد تفضل انا معلش لك الوقت لانك يعني تدخلت بشكل متاخر، تفضل خذ وقتك تفضل. بالضبط تو ما تقول لي، تو انت تقول لي الشارع تو يمثلني انا حد في مجلس الدوله المنتهي اصلا اللي 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 يعني اصلا ميت وحيوه من جديد، يمثلني مثلا عضو مجلس نواب، انا حاط عضو مجلس نواب وبعدين تو قعد لي وزير وقعد لي سفير في المغرب ولا في الجزائر ولا في مصر، بمن يمثلني انا تو انا منتخب عضو مجلس نواب انه يمثلني كعضو مجلس نواب، ما شاورنيش قال لي انا نبي نقعد وزير شنو رايك يا اللي انت انتخبتني، ولا شاورني قال لي نبي نقعد وزير في حكومه ما يا اللي انتخبتني. هذوما ناس وصلت بيهم الاستهزاء بالشعب الليبي يلي مرحله انه والله ما يحقوا فيه الشعب. طيب. والله ما يحقوا فيه، والله هم 100 شخص 200 شخص مسيطرين على ليبيا بالكامل، ومسيبين 7 مليون قوت 7 مليون وكرامة 7 مليون ورزق 7 مليون والله ما يحقوا فيهم، لأن أغلبيتهم اللي داير جنسية شراء جنسية وغير جواز آخر، واللي زرع شعر، واللي دار، واللي قاعد مأمن مستقبل عياله في 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 وضحت في تماما في والله في اسطنبول والله في الدوحة. فنحن راه نقول لك الشعب الليبي راه مل وكل، الشعب الليبي معاطي فرصة، أنا نقول لك راه ممكن ما من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، يعني نحن راه الأغلبية، الشعب الليبي دائما هو الأغلبية. طيب نحن طيب. الآن فتحنا وضحت سيد أحمد، اسمح لي أن أنتقل بجميع توجهاتنا يا سيد عبد الله بجميع نعم. انتماءاتنا وضحت تمام. الآن اتفقنا إذا كان نبو ليبيا وإذا كان نبو وطن. طيب نحن من سيد عبد الله الكبير وضحت فكرتك سيد أحمد، نحن وضحت نبو وطن. اسمح لي أن أنتقل لو كنت تسمع لي بشكل جيد، باتيلي تعهد سيد الكبير بتسهيل عقد اجتماع بين قيادتي الأعلى للدولة ومجلس النواب لفهم الالتزامات المعلنة في الرباط، والتي خرج فيها كل من المشري وعقيلة في مؤتمر صحفي في 21 أكتوبر السابق، واتفقوا على تدابير سياسية ودستورية وقانونية للمضي قدما لإجراء العملية الانتخابية. أول ما يتبادر إلى ذهن أي مراقب أو متابع أن باتيلي وكأنه غير مقر لما جرى الاتفاق عليه بين عقيلة والمشري في الرباط.
نعم بالتأكيد هو دبلوماسي مخضرم وسياسي عريق ويعرف أن هذا اللقاء بينهما هو محاولة لإرباك مهمته في ليبيا وخلق مسارات موازية، بمعنى أن موضوع المناصب السيادية وموضوع تشكيل حكومة جديدة هذه كلها من الشروط الأساسية لإنجاح الانتخابات. أما الحديث عن الانتخابات وعن القاعدة الدستورية فلا يمكن أصلاً الحديث عن الانتخابات والقاعدة الدستورية والمناصب السيادية تعاني لابد من تغييرها، والحكومة لابد من توحيد الحكومة. هذا طبعاً يدرك باتيلي يدرك أن هاتان الشخصيتان يريدان أن يخلقا هذا المسار لوضع العراقيل في طريقه وفي طريقه نحو مهمته تخليص ليبيا من هذه الأزمة. لذلك تعبيره دبلوماسيا رحب باللقاء وبانتظار مناقشة آليات والتفاصيل حتى يفهم أكثر وحتى يضعهم أمام الحقيقة، وهي أن من إجراء الانتخابات كما قال اليوم في حقيقة الانتخابات أهمية قصوى. على أي حال قد يسلك باتيلي سلوك طريقة أسلاف وقد ينحو بطريق مغاير، ولا ينبغي نستبق الأحداث ولا ينبغي أن نثبط الرجل أو أن نقول أنه سيفشل في مهمته. ننتظر قليلا، ما زال الحقيقة الوقت مبكر حتى نحكم، يعني هو لديه أيام قليلة، بقي أيام قليلة، لقاءاته ما زال محدودة، هذه أول إحاطة يقدمها، لم يكشف عن مبادرة أو عن خطة لمهمته ولعمله في ليبيا. قال أنه سيلتقي بلجنة زائد 5، هذا لقاء تحصيل حاصل، يعني لا يمكن كثير، سيجتمع به بشري وبعقيلة صالح، ربما يجتمع بمجلس المجلس الأعلى للدولة كمجلسين متكاملين. بعدها نستطيع أن نحكم عن الخطوات التي سيتخذها. لكن الأهم من إحاطة باتيلي وما قاله السيد عبد السلام مهم جدا، منظمات المجتمع المدني. أولا الوحدة الأممية، طالما السيد عبد السلام قال تختار الشخصيات نفس المنظمات، أعرف أن المجتمع المدني في ليبيا مجتمع ضعيف، يعني يتلبس بخطواته الأولى في الممارسة الديمقراطية، لكن كيف نفرض المدني الحقيقي على بعثة الأمم المتحدة؟ هذا الحراك تتحدث عنه النمر، حراك اغضب وليس مقتصر على مدينة واحدة بل كل مدن ليبيا. نعم هذا الحراك ينبغي أن يتنامى، وبطبيعة الحال سيفرز هذا الحراك قيادات المدن الليبية، وبالتأكيد ستكون أهدافه واضحة وهو التغيير عبر الانتخابات. هذا الحراك إذا قدر له النجاح وأن سيطر على الشارع سيفرض وجوده كمنظمة مجتمع مدني على البعثة الأممية. لعل الإشكالية أيضا في من يحدد مؤسسة المجتمع هذه تخدم يعني بشكل محلي ولصالح الليبيين أم أنها ممولة من الخارج ولديها ارتباطات، وهذه إشكالية أخرى تفتح الباب للتخوين والانتقاء أيضا سيد عبد الله الكبير كما تعلم. اسمح لي أن أنتقل بالسؤال للسيد عبد السلام الراجحي. يعني باتيلي أكد أن مختلف الأطراف اليوم السياسية تدين تواجد المرتزقة، القوات الأجنبية والتدخل الأجنبي أيضا المستمر في شؤون البلاد. هو قال هذا الكلام في حضرة سفراء ومبعوثي الدول المتداخلين في الأزمة الليبية، وهذا الأمر يعلم تماما هو وغيره بأنه ليس الليبيين أي سلطة أو قدرة على رفضه أو حتى قبوله، وبالتالي مسألة المرتزقة والقوات الأجنبية يجب أن توجه للخارج وليس للداخل الليبي. أتفق معك، وأنا أقول لك دليل على ذلك أن اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار في أكتوبر من سنتين، أكتوبر 2020، كان من المفترض أن يصدر به قرار من مجلس الأمن لاعتماده، لكن الروس رفضوا. اليوم المندوب الروسي بشكل واضح يتحدث على شيء خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة في تزامن، وحسب الاتفاق أن تخرج قوات المرتزقة، وهنا يقصد فاغنر، أن تخرج ثم تخرج القوات الأجنبية، والمقصود بالقوات الأجنبية اللي هي القوات التركية. كويس،
فالروس حاطين الشرط هذا ان خروج متزامن عارف حتى لا يخرج احد، لان شوف حتى الدول بريطانيا الولايات المتحده الامريكيه ايطاليا الاتحاد الاوروبي ما عدا فرنسا طبعا اللي مش راضي على التواجد العسكري التركي، لكن في النهايه راهو عنده تقعد هذه القوة التركية خير من التمدد الروسي، لأن الآن الأوروبيين بريطانيا إيطاليا ألمانيا تشوف الخطر الأكبر مش تركيا، تشوف الخطر الأكبر روسيا وتمددها في منابع الطاقة خصوصا الإنجليز، لأن الروس مسيطرين على مناطق أساسا عندها اتفاقيات موقعة فترة القذافي للاستكشاف وإنتاج النفط والغاز. نتكلم على حوت هو التقى اليوم بلجنة 5+5، فنحكي لك الفكرة كالتالي، إن مجلس الأمن أحد أسباب استمرار تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية، لأنه لم يعتمد اتفاق وقف إطلاق النار، لم وضع أحد الدول الدائمة دائمة العضوية في مجلس الأمن واللي هي أربكت جزء من عمل البعثة في رفضها لتمديد البعثة بسنة أصبحت تمدد لها بثلاثة شهور هي روسيا، لأن عندها قوات مرتزقة في ليبيا وترى في أن استمرارهم جزء من قوتها وتنفذها ولن تسمح بإخراجهم بقرار من مجلس الأمن. طيب هو تحدث على عودة لقاءات 5+5، هل لدى هذه اللجنة العسكرية المشتركة القدرة على المساهمة في إخراج هؤلاء المرتزقة؟ لا ما عندها الخمسة زائد خمسة، مع احترامي للضباط التابعين للمنطقة الغربية ما عندهمش قدرة على أي شيء، حتى قصة فتح المسارات الطرق يعني كانت في إطار اجتماعي اتفقوا، حتى التبادل الأسرى والمحتجزين كانت بطرق اجتماعية، حكماء وعيان مصراتة مع حكماء وعيان الزاوية مع حكماء وعيان برقة وكذا يتم إطلاق عملية تبادل، مش حتى إطلاقها تبادل، قديش عندك واحد أنا عندي خمسة وطلق لي أفضل من أفضل مما لا شيء على الأقل خطوات. لا ما بديش قصدي لي هذا المفترض بحسب اتفاق 5+5 ان الضباط الخمسه من هنا والخمسه من غادي هم اللي يقوموا بهذا، فشلوا حتى في هذه حتى في فتح الطريق. طيب اللي 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 يعني سمحني ضباط 5+5 يا راجل طلعوا جماعه حفتر ممثلين حفتر طلعوا في مؤتمر صحفي وقالوا سنغلق النفط والاجواء والطريق والاجواء والاجواء ونفذوا تهديداتهم، اغلقوا الطريق فتره واطلقوا الاجواء ووقفوا النفط حتى تمت صفقه برعايه ابو ظبي بين دبيبه وصدام لتنصيف فرحات بن قداره. سيد احمد النمر 5+5 مسكيره زيهم زينا يعني. المبعوث الاممي يرى ان المسار الامني اليوم والعسكري في حاجه الى اعاده تنشيط لانه تاثر سلبا بالمازق السياسي الذي طال امدا، أيهما يؤثر في الآخر؟ هل العملية العسكرية هي التي تقود العملية السياسية أم أن العكس هو الحاصل في الأزمة الليبية؟ لا هو نقول لك سيد محمد بس بنعقب على السيد عبد السلام الراشحي على يعني كلمة قالها أو جملة قالها بأن مع احترامي للخمسة للمنطقة الغربية، سيد عبد السلام الراشحي أرجوك ننسوا جراحنا وإن نحن يعني خلاص يعني ما نحن بدين صفحة جديدة يا سيد عبد السلام، فنحن نحترم الخمسة الضباط اللي من المنطقة الغربية ونحترم الخمسة الضباط اللي من المنطقة الشرقية، وراهم هذوم الليبيين كلهم هم العشرة، يعني ما فيش داعي منطقة شرقية منطقة غربية انقسموا في ليبيا، والكلام هذا يعني رجاء يعني خلينا نحترموا الناس. الحاجة الثانية، هل لدى اللجنة العسكرية اليوم القدرة على المساهمة في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية سيد أحمد؟ والله نقول لك بالنسبة للجنة العسكرية إذا دعمها الشعب الليبي بالكامل أنا نقول لك عندها القدرة، القوات الأجنبية حتكون في موقف محرج حتخرج يعني، لكن نحن كأننا قعدنا نقسم فيها اللجنة العسكرية، لا هذا تبع فلان وهذا تبع فلان وهذا منطقة كذا، لا لا لا, لا. هذوم عسكريين وناس بالأحضان تلاقوا مع بعضهم وناس تقريبا دفعة واحدة كلهم ونحن نسأل الله أن يوفق، ولكن قياداتهم يعني وتوجهاتهم ليست واحدة سيد أحمد، هذه حقيقة ماثرة اليوم في لكن اتفقوا في على الوطن يا سيد الليبية. محمد نحن ما نبوش نصب الزيت على النار يا سيد محمد يا سيد محمد لا هو مش صب زيت على النار، هو فقط على الأقل يعني على الأقل لابد من تشخيص الإشكال بشكل واضح حتى تتمكن من حله بالطريقة الأمثل.
اليوم يا 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 هو ضرب لك مثل سيد الراجحي، قال لك اليوم اللجنة العسكرية المحسوبة مثلا على الجهة الشرقية عندما حصلت أزمة سياسية من نوع ما قاموا بإغلاق الطرق وإغلاق النفط والأجواء أيضا. إذن هي تتحكم، هي يعني الخمسة هي تتحكم في الجزء المسيطر عليها، يعني هنا في الشرق أو في الجنوب يعني. فإذا كان مثلا برضو جماعة يعني نحن ما نبوش نخش في جدال عسكري، احنا لسنا عسكريين، ونحن دبينا اللجنة العسكرية يا سيد محمد متفهمين مع بعضهم، أرجوكم نحن كعلميين ولا كسياسيين ولا كنشطاء ولا كذا نخلوهم في حالهم، خليهم هم يشقوا بحالهم، ونحن ندو نحن نسيبوا في كذا، ونحن غير نشوفوا هالسياسيين لابد من انتقادهم وملاحظتهم، يعني على الأقل ما يقوم به هو ليس أمر خاص وإنما أمر متعلق بنا يعني في نهاية المطاف سيد أحمد، وبالتالي أن يترك زمام الأمور للعسكر بشكل كامل هو أمر غير منطقي. يا سيد محمد اللجنة العسكرية 5+5 موجودة في جنيف، موجودة في تونس، موجودة في اللقاءات اللي صار، حتى يعني هي اللي اعتمدت، والله هي اللي أعطت الثقة ولا أصحاب الثقة، والله هي اللي تأخذ في اعتمادات، والله هي اللي تأخذ في يعني يا رجل نحن الموضوع العسكري هذا موضوع الآن نقول إن شاء الله نواة خير، والسيد النظوري مع السيد الحداد وكلنا كانوا مختلفين، ونسأل الله أن يوفقهم لما نلقوا اثنين ليبيين اتفقوا مع بعضهم شبه اتفاق نفرح والله نقدر نشكوا فيهم يا سيد محمد. يعني نحن نسيبوا اللي الناس اللي قاعدين عليهم شبهات انهم اجندات دول وسفارات معينه يرنوا عليهم يقولوا منفذ واطلع ودير وكذا، ونسيبوا حتى يعني بعض العسكريين ليسوا بعيدين عن هذا الامر يعني، بل على العكس فيه من ساهم في جلب قوات اجنبيه ومرتزقه وهو يحمل رتبه ضابط كبير في الجيش الليبي. أنا يعني الكثير من الليبيين يتمنوا يشاركوك تفاؤلك هذا سيد أحمد فيما يتعلق بأن المؤسسة العسكرية موحدة. والله أنا دائما متفائل. نعم. يا سيد ولكن محمد. على الأقل المعطيات على الأرض غير ذلك. أرجوك رجاءك تفضل في عجالة تفضل. نحن تفاؤلوا خيرا أنا مش عارف عليش في عجالة. لا نص ساعة حتى أتمكن من لا حتى أتمكن من الاتيان على محاور أخرى فقط سيد أحمد تفضل الإجابة على هذا السؤال. نحن تو يا سيد محمد نحن موضوعنا في باتيلي والأمم المتحدة ومجلس الدولة ومجلس النواب وحكومة الديب وحكومة بشاغة، نحن هذا موضوعنا، نحن هذوما الأهم، هذوما هم المتحكمين في سياسة الدولة ورزق الدولة، هذوما المتحكمين. فنحن توا يا سيد محمد نحن نبو نديروا حل، شنو الحل توا؟ انت ليبي وسيد عبد السلام ليبي وسيد الكبير ليبي ونحن كنا مختلفين، يعني نقول لك كل واحد وعنده وجهة نظر، ولكن اتفقنا على الوطن. انا نجي لسيد عبد السلام نقول له يا سيدي اتفقنا وياك على الوطن، السيد الكبير اتفقنا وياك على الوطن، نحن خلينا نديروا حل. نحن توا لما جينا وهم بارك الله فيهم بالنسبه لنواة حراك اغضب، نحن حراك اغضب ما يقود احد ولا لا عنده أجندة ولا يتبع سفارة ولا يتبع شخص ولا رجل أعمال ولا مسؤول ولا سياسي، نحن قلت لك نحن نمثلوا جميع اللي مش نمثلوا هم جميع الليبيين أعضاء حركة تأسيسية في هذا الحراك. طيب. والحراك هذا موجود وبإذن الله مش حنبدو من كيف ما قلت لك من بخصوص نفس المحور محور اللجنة العسكرية واستئناف المسار الأمني. وضحت سيد أحمد سيد عبدالله الكبير بتيلي يقول إن اللجنة العسكرية وافقت المشتركة وافقت على استئناف اجتماعاتها للاطلاع بأنشطتها التي تطلع بها لا سيما المتعلقة بآليات وقف إطلاق النار. برأيك بعد التوقف الطويل الذي شاب عمل هذه اللجنة وبعد تعثرها في تحقيق كثير من الإنجازات المنوطة بها، هل اليوم بإمكانها أن تحقق اختراقها في الأزمة السياسية عبر تقارب أمني أو عسكري بين اللجنتين الشرقية والغربية؟ بالنسبة لتنشيط المسار الأمني العسكري بعودة لجنة 5+5 للاجتماع، أنا في تقديري هو فقط تنشيط هذا المسار الذي تجمد لفترة طويلة والذي دفع بعض أعضاء اللجنة إلى كما أشار الأستاذ عبد السلام إلى التدخل في قضية سياسية وتمكين الحكومة الموازية والتهديد بقفل النفط وبقفل الأجواء وبقفل الإمارات بقفل الطريق
تجاوزوا عملهم كلجنة فنية مناط بها إزالة الألغام، الطرقات، تثبيت إطلاق النار، تنشيط هذا المسار. أنا أعتقد أن السيد باتيلي ذهب إليه لأنه مازال بحاجة إلى المزيد من الوقت حتى يبدأ في التفاعل مع المسارات الأخرى، وأهمها المسار السياسي، أن يضمن أن اللجنة تجتمع من جديد، أن تؤكد على تثبيت وقف إطلاق النار. أشار أيضا إلى أن الخارطة العسكرية تغيرت طرابلس بعد المواجهات العسكرية الأخيرة، يبدو لي أنه مطمئن على أن عودة حالة الصراع مستبعدة تماما، هو متوازن على الأرض. وأيضا قرار الحرب لم يعد قرار ليبيا، هو قرار دولي بامتياز يعني، ولا أعتقد أن أي طرف الآن قادر على إشعال جديدة في ليبيا، خاصة في الظروف الدولية الحالية. التنشيط هذا المسار الحاصل، ولكن في تقديري اللجنة لن تستطيع تحقق أكثر مما حققت، وهي حقيقة لم تحقق القليل. نحن يعني كما قال الأستاذ أحمد لا نبخس الناس أشياءهم، ما أهم من المسار الأمني العسكري هو المسار السياسي، لأن المسار السياسي هو الذي بالضرورة سيقود المسار العسكري. يعني اللجنة العسكرية من مهامها هي طرد أو إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. رأينا التباين الدولي في مجلس الأمن، فلا أعتقد أن من وصل إلى ليبيا على موطئ قدم فيها سيخرج بسهولة. كيف سيخرج؟ لن يخرج عن طريق المسار العسكري ولا عن طريق لجنة 5+5. هناك سبيل واحد إلى خروج، وأن تكون هناك حكومة قوية في ليبيا لها الصلاحيات منتخبة ناتجة عن انتخابات، ليس عن عملية سياسية شاركت فيها الأطراف الدولية. وبما أن مطلب خروج القوات الأجنبية ومطلب شعبي كل الليبيين يتفقون عليه، فبهذه الإرادة الشعبية تستطيع الحكومة المنتخبة الشرعية ذات الصلاحيات الكاملة أن تواجه هذا الخارجي وأن تطرده من ليبيا. غير ذلك لا سبيل إلى إخراجهم، بل حتى مع توفر هذا الشرط حكومة منتخبة وإرادة شعبية قد نضطر إلى استخدام القوة حتى نخرجهم. الأمر لن يكون سهلا، الأهم هو المسار السياسي الآن. طيب فيما يتعلق سيد عبد السلام بذات المحور العسكري والأمني الذي تحدثنا عليه في هذه الحوارية، باتيلي قالوا أن رغم الانخفاض الملحوظ الحاصل الآن على مسألة التدخل الأجنبي وتحشيد المجموعات المسلحة، يعني أصبح غير نشط كما كان خلال المدة الماضية، إلا أن هناك تقارير عن أنشطة جارية لعمليات تجنيد واسعة النطاق، وهذا الأمر ينسف كل ما ذكرت فيما يتعلق بعودة الحرب أو شبه الصراع أو شبح الصراع العسكري مرة أخرى، طالما أن هناك عمليات تجنيد، طالما أن هناك نشاط لمرتزقة، طالما أن هناك جرب لعتاد عسكري وأسلحة من الخارج، فالحرب ما تزال قائمة. هو أستاذ محمد بشكل بسيط تفتح قناة الحدث تلقى كل يوم الثاني أخبار إن كتيبة كذا ولواء طارق بن زياد ولا مش عارف مين فتح باب التجنيد. تفتح صفحة المنطقة العسكرية الغربية أو رئاسة الأركان في طرابلس فتح باب التجنيد، فكل شرقا وغربا فاتحين باب التجنيد للشباب. إذا كان عمرك فوق 18 ولائق صحيا وأبويك ليبيين تعال جيب ورقيك، وشفناهم في طرابلس طابور طويل الشباب يلتخوا بالأجهزة العسكرية ولم فهذا اللي يقصد به التجنيد الحقيقة. هذا صحيح أنا نشوف في عمليات تجنيد جديد للشباب في المؤسسات أو الأجهزة العسكرية شرقا وغربا وجنوبا بشكل كبير صراحة. ونقول لك الشباب حتى اللي التجؤوا لل طيب بعيدا عن هذا، لعل الخوف ليس من نعم مش ليس من عمليات التجنيد النظامية، وإنما الحديث عن عمليات جلب الأسلحة والمرتزقة من الخارج. هذا هو ما يثير الشكوك حول نية أي طرف عسكري لتحقيق انفراجة عبر الحرب. طبعا الشباب ينضموا لهذه الأجهزة فرصة عمل،
لأن ما عندهمش وين يحصلوا خدمة، فهذه خدمة كويسة يعني وراتب جيد وفيها نوع من حتى من البرستيج وفيها نوع من السلطة والنفوذ، يعني يبدأ راكب سيارة عسكرية مصحة. طيب بخصوص المرتزقة والقوات الأجنبية، لا لا هو التقارير يعني تقارير أن المرتزقة التشاديين جزء منهم انطوى الآن مع اتفاقيات مع الحكومة في تشاد، رغم أنه ما زال في اضطرابات في تشاد ما نشهدش بالكامل، اتفاق الدوحة خفف العبء أو عدد المرتزقة في ليبيا. في السودان أيضا هناك الآن حوارات معهم قد يخفف العبء من المرتزقة السودانيين أن يرجعوا لبلادهم خصوصا في دارفور. بالنسبة للمرتزقة الأجانب الآخرين اللي هم الروس أو ما يتبعون فاغنر، لأن فاغنر ليس روس فقط، هم من أوروبا الشرقية بصفة عامة، فيهم أوكران وفيهم يوغوسلاف أو دول يوغوسلافيا السابقة وغيرهم. الآن تعرف أن جزء كبير منهم، يعني أمس نشوف في تقارير أوروبية أن أحد المحاور تقدمت فيه القوات الروسية فعزوا تقدمهم أمام الجيش الأوكراني وانهزام الجيش الأوكراني لأنهم فاغنر مش لأنهم جيش روسي. فيعني يعطيك انطباع أن فاغنر، وليس في ليبيا بس، فاغنر منتشر في أكثر من دولة أفريقية من ضمن أفريقيا الوسطى، أعدادهم قلت وبدت تستعين بهم روسيا في أوكرانيا. الآن أعدادهم في ليبيا قليل ليست بالكثافة، وفي لحظة يزيدوا طبعا لأن في خط جوي بيناتهم. نعم. لكن الأمر المهم اللي بده يركزوا عليه أن حسب تقرير لجنة الخوارزمي الزمن وعملية إيرني المدة الماضية أمسكوا أكثر أو صادروا أكثر من سفينة تحمل إعداد عسكري جاي من أبو ظبي وجاي من العقبة لبنغازي. فهذا يعطيك انطباع أن الأطراف الكل يعني الطرفين الرئيسيين يحشد ويرسل قوات وأسلحة وعتاد وتدريب. أنت آخرها العملية المناورات العسكرية اللي صارت في جنوب بنوليد في إعصار، وهذا نوع من الحقيقة من نوع من التدريبات العسكرية. وأنا أعتقد أن أحيانا أنا ما نحبش العنف، لكن أحيانا وصلنا لختام الحلقة لا لا نقطة بس، أحيانا يا أستاذ محمد الاستعراض بالقوة، استعراض بالقوة وإظهار للطرف حتى الطرف الثاني لا ينجر لمغامرات. طيب توقع روحه هو القوي. سيد أحمد النمر في عجالة، كلمات الممثلين عن الدول الكبرى، أبدأ أولا من ممثل الولايات المتحدة الذي شدد وشجع الأطراف الليبية على الدفع بالعملية السياسية وإنتاج قاعدة دستورية، إلى مندوبنا الليبي الطاهر السني الذي دعا باتيلي لعدم تكرار ما قام به سابقيه وعدم استنساخ التجارب السابقة. برأيك مثل هذه الكلمات في هكذا محفل تحت قبة مجلس الأمن، هل هي فقط كلمات نظرية لا تعكس حقيقة ما تشعر به هذه الدول إزاء الأزمة الليبية، أم أن ما يعبرون عنه هو حقيقة ما يعني يشعرون به اتجاه الملف الليبي؟ والله سيد محمد بالنسبة للممثل الأمريكي إذا كان جاد في هذا الموضوع تو يرفع تليفون بكرة حتكون في قاعدة دستورية وبعد بكرة حيكون في انتخابات. إذا كان جادين خلينا نحكم بمنطق نحن. ولكن نحن أرجو جميع الليبيين الأخوة الليبيين من زوارة لمساعد لغات، أرجو أنكم ما تعولوش على السياسيين ولا الأجانب، يعني المفروض نحن كشعب نحن الحل من عندنا، نحن بدون أي فلسفة الحل رو من عندنا، نضغطوا عليهم حيجيبوا نتيجة. لما يسمعوا صوتكم، أنا باختصار شديد كنت مع أحد المسؤولين، موجودة السفيرة الإنجليزية، وبصراحة يحث فيها على الانتخابات، يقول للشعب الليبي راقد ريحه ويبي انتخابات ومغلوب على أمره، تقول له وين الشعب الليبي؟ أنا ما شفتش، لو شفنا الشعب الليبي في الشوارع نحن حنقرر الانتخابات وحنفرض الانتخابات عليكم. فالحل في الساحات وفي الميادين من أزوارة كيف ما قلت لك لغات لمساعد، هذا الحل يكون. أما المجلس الأمن وندد وشدد وحث وكلام فاضي كله، هذا ما تهزوش على الكلام يا جماعة. أنا أحكي لك قلت لك بمنطق الشارع الليبي البسيط، ما ناش فلاسفة، نحن ندوي لك بالعمية وباللي سير في الشارع. نحن كان تحركنا كشارع بي 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 بسلم ووصلنا صوتنا وما التفتناش إلى الوراء وما نقضناش جروحنا، راهو ليبيا أهم منا نحن، أهم من اللي صار وأهم من اللي راح، راهو ليبيا الوطن أهم. فإذا كان نبو وطن ونبو ليبيا يا جماعة، راهو والله نحن في اليوم في ليبيا تعاركنا عليها يا سيد عبد السلام، وبكرة والله ما نلقوها، راه
رغم هم أمنوا مستقبلهم حنقدوا فيها نحن، وحيجوها الطليان وحيجوها الأتراك وحيجوها الروس وحيجوها يخشوا فيها ويهجروا، اللي عدي اللي تشاد عدي تشاد، واللي عدي مصر واللي عدي الجزائر واللي عدي تونس. فهذا راهو عيب أن ينحسب علينا نحن ننسوا ماضينا الأليم ونطوى هذه الصفحة السوداء ونبدأ في ليبيا جديدة. يا سيدي خلينا المسابح كريم، خلينا نسامحوا بعضنا، خلينا نصالحوا بنية بدون أي مصالح. لكن هذا الكومة السياسيين ما يصالحوش إلا بمصالح. في دقيقة سيد عبد الله الكبير، يعني وضحت اعذرني نظرا لضيق الوقت، سيد أحمد ممثل روسيا قال بأن هناك محاولات قصيرة النظر لتجميد النزاع دون التواصل أو التوصل إلى اتفاق حقيقي، ودعا إلى سحب القوات الأجنبية. هذا في تقديري أهم ما جاء في جلسة مجلس الأمن اليوم، الجزء الأول من كلمة المندوب الروسي، وكنت سآتي عليها لولا أنك ذكرتها الآن. هناك فعلا توجه دولي كما يبدو من خلال الجلسة ومن خلال سلوك كافة الدول خلال الأشهر الماضية وخلال الأشهر القادمة، تجميد الوضع الحالي. ليس لن يكون هناك أي تقدم في العملية السياسية في ليبيا إلا إذا تحرك الليبيون، إذا تحرك الشارع هيفرض كل شيء. أنا أقولها مرة أخرى، إذا الشعب يوما أراد الانتخابات، أما حتى الآن الشعب الليبي مش انتخابات. ما قاله المندوب الروسي نعم هو هذه هي الحقيقة، صدم بها المجتمع الغربي. تجميد الوضع الحالي في ليبيا، لا يكون هناك صراع، لا تزداد معدلات الهجرة غير الشرعية، لا يتعطل تدفق النفط، محاولة الحصول على المزيد من الطاقة في ليبيا، أما الوضع السياسي فيبقى مجمدا. طيب. كلمة المندوب الروسي أعتقد أنها هي أهم ما جاء في جلسة مجلس في أقل الليبيا. من دقيقة كلمة المندوب الفرنسي فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقع بين تركيا وليبيا وأنها غير مطابقة لقانون البحار. على فكرة هو يقصد مذكرة 2019 مش 2022، الاتفاقية تقصد وليست مذكرة التفاهم. لا لا، ما هو الاتفاقية رسم الحدود البحرية الليبية 2019 هو اللي تحدث عليها. طبعا اليونانيين والفرنسيين في أي نشاط أي محفل في كلمات إن شاء الله حتى في دوري كاس أوروبا أي مسؤول أوروبي فرنسي أو يوناني يعطوه كلمة لابد يندد بالاتفاقية رسم الحدود الليبية البحرية التركية. الأتراك الروس الفرنسيين عندهم مشكلة مع الأتراك، يبوا صفوها ويعتقدوا أن الأتراك استفادوا من هذه المذكرة ومش من حقهم. واليونانيين كانوا يسطوا على مياهنا الاقتصادية البحرية الغنية بالنفط والغاز وخسروها بعد هذه بعد اتفاقية رسم الحدود البحرية الليبية. فالفرنسيين يعملوا قدر الإمكان على إفشالها وفشلوا، راحوا حاولوا حتى منع تسجيلها عن طريق الأمم المتحدة في 2021 وفشلوا وسجلت وأصبحت من الماضي الحديث عليها. أشكرك. وعلى فكرة في نقطة مهمة حتى نوضح للمواطنين الليبيين، قانون عالي البحار بتاع 83 أو 84 ليبيا وقعت عليه لكن لم يصدقه مؤتمر الشعب العام، وبالتالي لا يستري على الدولة الليبية، وتركيا لم توقع عليه من الأساس، وأيضا حتى الولايات المتحدة الأمريكية، عديد من الدول الكبرى والصين وغيرها، حتى دول دائما في مجلس الأمن لم توقع على مذكرة أو قانون عالي البحار. بقناة ليبيا الحرارة. شكرا الموصول لضيفي من بنغازي المحلل السياسي وأحد مؤسسي حراك اغضب أحمد النمر، شكرا لك. والشكر موصول للكاتب والصحفي سيد عبد الله الكبير الذي صاحبنا عبر خدمة سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك سيد عبد الله. إلى هنا وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حوارية الليلة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم.